قال سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أنه تم عقد سلسلة من الورش حول اعتماد الواجهة البحرية المرحلة الأولى كورنيش الملك فيصل، والتي شارك بها عدد من الجهات الخدمية الحكومية ذات العلاقة، مضيفا أنه تم طرح عدد من المواضيع للمناقشة خلال الورش للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن بهدف تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك لإشراك أصحاب المصلحة لتحديد استخدامات الأراضي لكي تتمكن هيئة التخطيط والتطوير العمراني من إعداد الخطط والمعايير لضمان تطوير وتصميم البيئات الحضرية والواجهات البحرية بشكل مستدام. وقال إن الفكرة الرئيسية للمشروع تم تحديدها مسبقا، وإن الهدف من هذه الورش المناقشة وتسليط الضوء على أمثلة في تطبيق اشتراطات الواجهات البحرية الجديدة والنظر في الأمثلة المقدمة بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وذلك لتحديد ما يميز المرحلة الأولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات للوصول لأفضل تصور من الممكن أن يطبق. اليوم كانت ورشة الختامية في سلسلة من ورش تسليط الضوء على اشتراطات الواجهات البحرية بحكم أن هي اشتراطات جديدة تم اعتمادها، وحاولنا نجمع الجهات الخدمية الحكومية مع ممثلي المقطاع الخاص لتسليط الضوء على أمثلة والصعوبات اللي يحصلونها في تطبيق الاشتراطات. فبحكم أن في تراخيص قيد الإنشاء يعني ما انطبقت عليها الاشتراطات الجديدة، وفي تراخيص جديدة تطبق عليها اشتراطات تنظيم الواجهات البحرية، فهدفنا أن الربط ما بين المنشآت القائمة والمنشآت الجديدة عشان الواجهة البحرية ما تنقطع، يكون في ممشى متصل بجميع الاستعمالات. احنا نتكلم عن ممشى، عن مكان حق الرياضة وحق الدراجات، فيكون متعدد الاستعمالات ويكون يمر على كل مشروع بنفس العرض وبنفس المكونات اللي تكلمنا عنها. نتمنى أن هذا المشروع يتم تبني فكرته. اليوم الكثير من اللي كانوا موجودين يعني أثنوا على هذه الفكرة، وتمنى بإذن الله تعالى يكون في يعني مثل ما تقولين تعاون بيننا وبين جميع المستثمرين في المناطق هذه، أن يكون هذا المشروع يعني يكون على أرض الواقع نشوفه، لأنه راح فعلا يعني يفيد المستثمرين ويفيد المواطنين بشكل عام، لأنه بيكون هو ممشى عائلي للكل للجميع بجميع الفئات اللي موجودة.